العزل الصحي وهو عبارة عن إجراء لعزل المرضى الذين تم التأكد من إصابتهم بالعدوى عن الأشخاص الأصحاء حتى يمكنهم بدء رحلة الشفاء دون أن يتسببوا بنقل العدوى للآخرين. الحجر الصحي وهو عبارة عن إجراء تقييد حركة الأشخاص الذين خالطوا أشخاصاً مصابين للتأكد من عدم إصابتهم، كما أن مسؤولي الرعاية الصحية هم الأشخاص الذين يقومون باختيار المكان الأفضل لإقامة الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي سواء كان في المنزل أو في المنشآت الصحية.